نمط القوات الجويه. فبعد ذلك صلاح سالم وان كان في ستير ببطء لكن يعمل بشكل جيد حتى نفق الازهر. نفق الازهر بحمد الله يعمل بشكل جيد في القادم والمتجه. عندنا كثافه متواجده اعلى كوبري 15 مايو لذلك حتى الان في القادم من مناطق جديده اتجاه القاهره. عشان كده احنا بنكرر نصيحتنا اليوميه للقادم من مناطق جديده اتجاه القاهره دائما عن كوبري 15 مايو كوبري عباس في اوقات الذروه او اوقات الكثافه والسلوك محور كوبري اكتوبر كوبري الجلاء وكوبري الجامعه هيكون افضل حالا من كوبري 15 مايو وكوبري عباس في هذا التوقيت او في اوقات الكثافه. عامه الكباري تشهد كثافه مرتفعه نتيجه الامطار لكن بحمد الله حتى الان القادم من مناطق جديده اتجاه القاهره عن طريق كوبري اكتوبر يعمل بشكل جيد حتى اعلى ميدان رمسيس. هيبدا في ابطاء في السير في المنطقه المحصوره من اعلى ميدان رمسيس وحتى مناطق الوصله المعلقه. محور الكورنيش القادم من مناطق شبرا العلوي منطقه الكثافه تنحصر من منزل شبرا العلوي وحتى منطقه مستشفى معهد ناصر. ما بعد مستشفى معهد ناصر محور الكورنيش يعمل بشكل جيد تبدا كثافه مره اخرى من منطقه ابو العلا وحتى منطقه مدخل نفق جمال الدين صلاح. الامطار طبعا لها تاثير سلبي على محور الكورنيش بابطاء حركه السير بالنسبه للسيارات لكن المناطق اللي احنا بنذكرها دي اللي بتشهد كثافه مرتفعه عن المعتاد لكن هو في ابطاء حركه السير بصفه عامه على كافه محاور القاهره. لكن احنا هنقول المحاور البديله اللي يمكن سلوكها او استخدامها اثناء فتره الامطار او الفتره اللي هي موجود فيها الكثافه. يعني عندنا من نفق الازهر في القادم والمتجه وسط المدينه هيكون بديل جيد جدا لمحور اكتوبر بالنسبه لفترات الامطار او فترات الكثافه الفتره الصباحيه. عندنا ايضا محور النصر بديل جيد جدا لمحور صلاح سالم القادم والمتجه للمنطقه الشرقيه بصفه عامه. عندنا مصابه كانت موجوده في محور شفيف فيتو اسفل كوبري الشاب بين سيارتين ادت توقف الطريق بعض الشيء المتجه لكوبري الحرفين المتجه لطريق المعليه بدات تاثر سلبا على حركه المرور للخارج من محور عبد الحميد بدوي اتجاه منطقه طريق المعليه. تم رفع السيارات وتم توجيههم بالاس وبيتم حاليا زحف الكثافه الناشئه في هذا المكان. عندنا ايضا من المحاور اللي بدات تشهد كثافه مرتفعه على مستوى القاهره المنطقه الخاصه بمحور الاستيراد امام مساكن طائر قريش اتجاه مطالع الدائري بدا يكون في كثافه مرتفعه نتيجه الامطار في هذا المكان. محور الكورنيش هيكون بديل جيد للقادم من مناطق المعادي اتجاه مناطق القاهره هيكون افضل حاله من محور الاستيراد في اوقات الزحمه او اوقات الكثافه المروريه المعتاده في الفتره الصباحيه. الحاله بصفه عامه عندنا كثافه على كافه المحاور اولا بسبب الامطار ثانيا بسبب بعض المصادمات الناشئه في بعض المحاور على مستوى القاهره. مداخل ومخارج القاهره لا زالت تعمل بشكل جيد حتى الان وان كانت تشهد بعض الكثافه لكن لا زالت تعمل بشكل جيد حتى الان. مطالع ومنازل الدائري زي ما قلنا بتشهد بعض الكثافات نتيجه الامطار سواء المطالع الخاصه من محور الاوتوستراد او المطالع الخاصه من محور الكورنيش لا زالت تشهد كثافه حتى الان نتيجه مياه الامطار. احنا متابعين مع حضراتكم ان شاء الله لحين الانتهاء تماما من مناطق الكثافه. احنا الحمد لله ما عندناش تجمعات ميه كبيره نوجه من خلالها الشفاطات. حتى الان ما فيش تجمعات او تراكمات ميه سواء من خلال الشاشات اللي امامنا او من خلال الخدمات الميدانيه اللي موجوده في الشارع. ما تمش الاحضار حتى الان باي تجمعات للمياه على كافه محاور القاهره. ان شاء الله.